تيناتكم على هالكتابة وعلى هاللحن وعلى هالغناء. هلأ بدنا نستقبل صديقة لإلك عقاب صقر، وأكيد سامي كلارك بتعرفها، حديث البلد مع راغدة درغام. يعني انت بتحكي عن الحلا انا بسكت. كثير حلوه وكثير فيك معنا الليله. تسلمي. دائما بنشوف على التلفزيون الستايل والاناقه والكلاس للست. هلا كنا عم نحكي تحت الهواء انا وماريو، عم بقول لي دائما بحب اسمع لها لهالست واسمع اخبارها بس حتى تكون على التلفزيون. ممنون انك استضفتيني وانا مبسوطه اني اكون بلبنان، ومن فتره ما جيت بقى كثير كثير مبسوطه. اهلا وسهلا. تسلم. فيك. تسلم. راغدة درغام، ليه بسموكي دراغون وومن؟ بدك انت تقولي لي ليه؟ شو معناتها؟ دراغون قوة، رمز القوة. شو كمان استاذ عقاب؟ انت شاطر بالإحاطة، وفي احيانا في ناس بتحرقهم بإجاباتها. في اسطورية بقصة الدراغون كمان. يمكن لانه بقوم بشغلي بطريقه مختلفه عن الطريقه اللي تعودوا عليها. على القليل لما انا بلشت كان الشغل الصحفي خصوصا بالنسبه للمراه كانت تعمل مقابلات مش استفزازيه، المفروض ما كانت تعرف شو عم تحكي. بقى انا قررت من الاول انه اذا بدي انجح مهنيا لازم اول شيء افهم عن شو عم بحكي، اقرا، اتعلم، اسال، افهم قبل ما اسال، ويعني اني اشتغل حضر حالي، وهذا بشيء بيمكنني اني واجه اللي عم بستجوبه. دائما كنت فكر انه انا عم بمثل الراي الاخر، يعني ان كان المعارض ولا ان كان الشعب ولا ان كان الطرف الاخر والحزب الاخر. انا مثلا لما قعدت مع شخص بسجن كنت بس انا وياه والقلم وورقه، وما كنت اقدر اوصل له الا انه ضليتني احاول افكر بسيكولوجيه مختلفه. فاخيرا قدرت اوظف سيكولوجيه مختلفه تطلع منه المعلومات اللي الناس مهتمه فيها. وبالوقت ذاته اذا ما جبتي معلومات ما حدا بده يقرا لك، ليش ما بتضيعوا وقت؟ هيدا هدف شغلك. راغدة درغام، انت اليوم مديرة مكتب نيويورك لجريدة الحياة وكبيرة المراسلين الدبلوماسيين بمنظمة الأمم المتحدة. انت اليوم ببيروت لآخر شهر تموز تحقيقا لرغبة الوالد، وخاصة بعد وفاة الوالدة بتشرين الثاني الماضي الله يرحمها. اليوم حبيت تجي تجتمعي بإخواتك الخمسة إبراهيم، ناهدة، نديم، غادة ورندا، وبمطلع آب المقبل رح تحتفلي بمرور 20 سنة على عملك بصحيفة الحياة. صحيح. عم بتقولي لي كنت انه في سيكولوجيه يعني بالتعاطي مع قديش الناحيه السيكولوجيه بتساعدك للدخول الى عمق الضيف؟ بعتقد اول شيء المعلومات بدك تكوني محصنه بالمعلومات، وبدك حتى تعملي ما بنسميه بمهنتنا الفولو اب، بدك تكوني عارفه شو الموضوع، والا حدا بيصير يلقنك ويقول لك شو لازم تكتبي وما بتعرفي تسالي. اذا ما كنت ممكنه تتعملي الفولو اب برايي ما بتكوني صحفيه ناجحه لسبب كثير وجيه. كل الناس حاضره تعطيك المعلومات اللي بدها هي اياها، اما تطلعي المعلومات اللي حجبينا عنك هون الشطاره، هون 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 يعني سر المهنه، او هون حقيقه سر النجاح في المهنه. بحب اقول انه يعني يمكن عامله احاديث مع حوالي على القليل بقول شي 20 رئيس دوله وحكومه، شي 60 70 وزير خارجيه، فهيدي القصص هي تماما لو ما قدرت يعني مرات اذا ما كنت عارف الموضوع وتفركشت بحدا مهم شو بتسألي بتقول شو بدي اساله اذا ما كنت مكنه فيه يعني عندك مخزون تماما كلمه مخزون ما بتقدر بيشبهوا بعضهم الرؤساء هال 20 رئيس بتحسي في شيء ان كومن ولا كل رئيس شو الشغله ان كومن بيناتهم شو
انه في عندهم ذات الرهجه ولا كل حدا؟ لا في كتار عندهم ما, ما يسمى بالتوكينج بوينتس اللي بكون مجهزينه الجماعه اللي حواليه, بيقول لك شو عنده من وجهه نظر المدروسه من قبل. في ناس اذا لقطتهم على الماشي بتلبكوا, وفي ناس يمكن الشيء المشترك بين الناس اللي بالسلطه هو السلطه, هو حب السلطه, هو الى حد ما عدم القدره على ترك السلطه. بس معظم الاوقات في طبعا استثناءات, في ناس في رؤساء يمكن ما تعجب فيهم انما تعجب بذكائهم. إيه بيكونوا فظيعين, بتقعد معه بتقول يا لطيف شو هالذكاء, او عندهم كاريزما معينه. اي كاريزما, ذكاء. في ناس يعني انا اختلاف الشخصيات اللي عامله مع احاديث مدهشه. اشتقت للناس, اشتقوا لي. اشتقت كثير. بعدين اشتقنا لبنان يا ضوع اخبار الضيع وقلق, وعبثني في لبنان يا ضوء ترحيبي اهلا وسهلا. هيك اشتقت لعقاب صقر كمان. طبعا مش قد ما انا مشتاق لها ومشتاق لارجع هيك ترجع تتصدر الاخبار اللي كانت تفرحنا دائما تقولها بموضوعيه. ان شاء الله. كنت بالكوليس سمعتي اغاني سامي كلارك؟ كثير بحب اغانيك. رجعوك لايام قبل؟ يعني رجعوني لايام قبل ما اني ما كنت هون. تركت لبنان من سنه 70. اكيد كنت على طول. ما بتحكوا بمواعيد, شو بدكم تعلقوني انا؟ تركت لبنان من زمان. سنه 70 سنه اللي خلقتي. راغدة درغم سنه اللي خلقتي تركت لبنان. مزبوط. ما هيك؟ انا بحسب ذاكرتي سافرت قبل ما تخلق بخمس سنين. عم تكرم معي اكثر منك انتبهي. دخلت على الاذاعه العربيه بنيويورك بس ما اتفقتي مع المدير الجديد. لما دخلت كنت جاي بناء على طلب المدير القديم, وتغير المدير القديم على اخر لحظه. الجديد بعد يعني لما نقلت من بوسطن لنيويورك كان في على اساس انه رايحه اشتغل مع الامم المتحده, مع اذاعه الامم المتحده. فلما وصلت المدير الجديد قدر انه بده يعطيني يعمل لي امتحان. فاعطاني امتحان, قال لا صوته عجبني, لا صوتي عجبه بالاحرى, ولا طريقة إلقائي ولا لمصلحتك ولا لا. يعني إنه هو قال إنه رفضني, ما بده ياني لإذاعة الأمم المتحدة. فكان يمكن عمل معي أحلى خير, لأنه يمكن لو ضليت لو أخذت الوظيفة كنت موظفة بس كنت ضليت متحدة, كنت يمكن ما انتهيت للحياة اللي أنا فيها هلا. فبعتقد إنه هذا كان من نصيبي. لا تكرهوا شرا. أي. لهالسبب رجعت تراسي صحف عربية مثل الإيفنتس, وهي مجلة الحوادث باللغة العربية. صح. الايفنتس بالانجليزيه, جريده الانباء الكويتيه وغيرها. كيف كانت هالنقله؟ هيدي معناتها كنت اول مره عم بشتغل كمراسله اجنبيه, فورين كورسبوندنت. خفت شوي بالاول لانه كنت توقفت عن الكتابه بالعربي شي 5 سنين. انا اصلا كنت عم بكتب بالعربي, كنت اكتب مقالات من اللغه. عفوا, خفت من اللغه. خفت من اللغه. ست ناديه تويني الله يرحمها حبيبتي كانت, هي شجعتني انه رجعي اكتبي بالعربي ما تخافي. فايامها رجعت اكتب بالعربي مع النهار العربي والدولي. عقاب صقر, كنت بتحب تكون دبلوماسي بالامم المتحده؟ لا, ما عندي جلد على الدبلوماسيه, وما بعتقد اني بنجح بهذا المنصب, خاصه اذا في صحفيه مثل راغدة درغام. فما بفضل ابدا اكون دبلوماسي واخضع لاستجواب من استجواباتها. بتصور حنكشف دغري. سامي كلارك, كان لكم تعاون مع الامم المتحده بمختلف هيئاتها حتى الانسانيه. كثير اشتغلت معهم خلال الفيد اوف اللجنه العالميه. نعم. بس عن نطاق فني اكثر. نعم. اجتماعي فني. نعم. بس انه كان عندي طموح انه يكون عدد سفراء, نص سفراء لبنان لبرا فنانين. كان من احلامنا انه يكون الفنان هو رسول او سفير لبرا, لانه كثير كثير بيساعد. يعني في للامم المتحده عندهم هلا مع اليونيسيف ومع حتى سفراء فنانين. في سفراء حتى مثلا انجلينا جولي هي سفيره. صحيح. ومجد الرومي كمان. مجد الرومي. يعني بتمنى انه يزيدوا, لانه الفنان الفنانين يعني بقصد الفنانين يعني الاصيلين هودي بيمثلوا الحضاره الحقيقيه للبلد. يعني راغدة درغام ب 79 غطيتي قمه دول عدم الانحياز اللي انعقدت بهافانا.
ويومها كان أول ظهور تلفزيوني لإلك على محطة بي بي اس الأمريكية، وكان إلك جولة سنة 79 مع الرئيس فرديناند ماركوس لصحيفة الأنباء الكويتية، وكان عمرك 26 سنة. فضحتنا. يلا جيبوا ورقة وقلم. عم تزبط. يعني في مونتاج. عم تحلي راغدة درغام، ما في عندك مشكلة. ويومها قعد على منصة عالية وقعدك بمحل أوطى، وبس حتى سألتيه سؤال يمكن حرجه، قال لك أيتها السيدة الصغيرة انتهى وقتك. شو كيف قال لك إياها؟ Your time is up, young lady, your time is up. هذا إلى بالإنجليزي. هذا شابة مش كان صغيرة. أي يعني. هذا فرديناند ماركوس أيامه يعني رئيس الفلبين كان بخوف، بس تقولي فرديناند ماركوس الناس تخاف. بس هو قاعد هيك بتقولي بالمنصة، وأنا بدك تقولي على كرسي قاعده مدروسه يعني شو انتميديت شو طبعا طيح التخويف، وانه انا بسيطر، انا بقول انا عم بساله الاسئله قويه. ما حد زعجتك هالقعده؟ زعج هو بالاول. ايه ما بفهم ولا فهمتيها وجربت تقوميها بلحظتها؟ ما فيك تقولي تعود حدي يعني. هذا فرديناند ماركوس. تقوميها نفسيا استقويت اكثر، حطيت براسي انه عم بيخوفني، هلا بدي فرجي، بدي فاجئه. فاجئه بشو؟ بقديش بعرف بالمعرف اللي عندي، وقديش بقدر اسال، وقديش يعني. وهذا اللي فاجئه بعدين لما قال لي يونغ ليدي يور تايم از اب، انه خلص انتهى الوقت يعني. ما بدي جاوب، احرجتيني او شيء. قلت له ساعتها، قلت له مستر بريزيدنت ماي تايم هاز جاست بيجان، انه يا سيد الرئيس بعدنا ما بلشنا، هلا بنبلش. وقبل من فوجئ يعني، احتار، فوجئ بشكل انه بجرأتك. اي فوجئ طلع فيه. وكملت انا وما وكمل، واخر شيء وقف بعد ما خلص الحديث، ضل واقف معي نص ساعه حتى يقول لي، يقنعني بالافكار اللي عنده. حتى هو يمكن انا اذا يعني صفى، هو بده يقنعني باللي هو عم بيقوله بعد ما انتهى الحديث. بس ايه كان على قليلي مرقت على خير، هيدي بغيرها كان تخوف اكثر. هلا لو ماريو كان رئيس ودكتاتور وقتها وصحفي حلو لابس النوره، كان حطها هي فوق وقعد تحت. بقول اليوم انت اليوم عم ببدع، بس انت نفسي عم شوف الافكار بعيونه عن شرعي. انتبه يا ماريو، عم في تواصل حتى تحت وفوق، شو غلطان؟ في تواصل مخفي هو وماريو. في شيء انا مشغول بالي هلا، شو صار بعد الحلقه نكشف. حاليا حره من الزواج راغدة درغام، وعندك بنت عمرها 19 سنه اسمها تاليا، بتدرس بجامعه كولومبيا بنيويورك، وبتتعاطى الفن. ومؤخرا هلا بدنا سمعك سامي كلارك معنا، مؤخرا صدر لها البوم. I've always been afraid of when it would all go wrong. If everything's got time, other things, how could this go on? And so I pray for my life to hold the waves. But I know. شو لقيت صوتها؟ رأيي انه بألف وبلحن وبغني اجمالا، بكون عنده بتحسي عنده نكهه خاصه. تعرضتي للعديد من المضايقات على خلفيه مواقفك العربيه، خصوصا بعد حوادث ايلول، حتى انه في شاب يهودي تهجم عليك مره وقال لك ضم اطفال يهود على ايديك. مضبوط. شو تغير بعد شوفي اللي صار بعد 11/9؟ اللي صار هو يعني نوعين من ردود الفعل. في كان خوف كبير من حتى مثلا الشبيب اللي بتبيع شيش طاووق وشيش كباب المصاروي اللي بدك تقول على صحارى بفيفث افنيو. صحيح. حتى هن حسوا اذا حدا قال لهم مرحبا خافوا. لانه كانت فعلا في ردود فعل قويه، غضب على اللي صار. وبالوقت ذاته كان في انفتاح من الاعلام انه يستقبلونا. فمن هون بلشت اطلع بالتلفزيونات الامريكيه، مثلا اصبحت من يومتها مع الان بي سي ام اس ام بي سي، محلله سياسيه خاصه فيهم هن. فكنت اطلع كثير، وكنت طبعا انه ما كل ما مره بصح لي اطلع على التلفزيون قول كلمه كثير مهمه واساسيه وضروريه، وبتفكري حالك انه ما بتاذي، بتقولي كلمه احتلال.
يعني بتحكي عن وضع شاذ اسمه احتلال واقع. نحن قلنا واقع. نعم. يبدو ان هاي الكلمه يعني كثير ضايقت عالم. نعم. بس انه كشبهك لما بتطلع تلفزيون بتضل تذكرنا انه في شيء اسمه احتلال. احتلال اسرائيل شو القصه هاي؟ ففي كثير ناس غضبت. هذا راح واحد ما مسموح انه اقول اسمه لاني قاضيته. نعم. هلا ما في السيتلمنت ما فيني اقول من هو بس. نعم. هو حتى انه مشهور بس ما في يقول. قضيته اجبرته على الاعتذار. اجبرته على الاعتذار مني لانه يعني على الشارع اجا عنده كان بودي جاردز هن اللي وقفوا عني. تصوري اللي دم اليهود دم اطفال اليهود على ايديك. فهذا من القصص اللي صارت خاصه بنيويورك بيقولوا لها جو يورك مش هيك انه بنهايه الامر. بس في كمان شو كانت عقوبته بالحكم؟ انا عملت سيتلمنت انه يبعث لي اعتذار رسمي. هو هيدا يمكن اكبر شيء اذيته فيه انه يضطر اللي بعتذر فبعلنية. لا هيدي اصعب. بعث لي كتاب اعتذار من المحامي. يعني عندي محامي وكلت. نعم. محامي اهم محامي. قلت له ما يعني ما مرق له اياها. طيب بالمقابل في ناس كثير بيتهموك من العرب انه رغدة درغام امريكيه. اي انا امريكيه الجنسيه. بدون شك انا عندي جنسيتين. امريكيه السياسي. لا شو معنى امريكيه يعني شو معناتها امريكيه السياسي؟ اذا بدك تحددي امريكيه يعني versus what versus روسيه امريكيه السياسي مقارنه عربيه. لا ابدا انا فخوره انا مرة عربيه وامريكيه معا. نعم. ثلاث ارباعنا نحن بامريكا ما بننفي كوننا اثنين. نعم. ست وجدي تعرفوا على بعض قلت لك بامريكا بنيويورك يعني يمكن لولا ما كان عندهم اربع بنات وصبي ما كان يعني بالوقت اليهود عم يهاجموك بعض العرب عندهم هالافكار شوف ما لهم غير يقروا يعني ما بدها كثير الحكايه يعني ما نرجعوا للارشيف لكتاباتي. يرجعوا ل موجودين على الويب سايت تبعي raghidadergham.com موجود بالعربي وموجود بدار الحياه وموجود بالحوادث ما بدهم بس يرجعوا ويقروا. وفي تلفزيونات في حتى كليبس موجوده ما بدهم غير يشوفوا يعني كلفوا خاطرهم يقروا وكلفوا خاطرهم يطلعوا قبل ما يحكموا. بس راغده درغام بما انك عايشه بنيويورك في انترفيو خاص لك نيويورك بيروت. وين بتحبي تعيشي اكثر بنيويورك او بيروت؟ هلا حابه اعيش بالبلدين بالمدينتين بالاحرى ومنشوف منشوف بس بحب بيروت طبعا حبيبتي بيروت. وين الاكل اطيب بنيويورك او بيروت؟ ياباني بنيويورك لبناني ببيروت. امريكاني وين؟ ما في. وين بيحكوا سياسه اكثر بنيويورك او بيروت؟ بيروت 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 بيروت. وين في سلاح اكثر بنيويورك او بيروت؟ هيدي انت بتخبريني اياها انا هيك ما بعرف ما بنشوف سلاح بنيويورك على الشارع. بس بفتكر اكيد اكيد بلبنان في سلاح اكثر للاسف. وين في تلوث بيئي اكثر بنيويورك او بيروت؟ بيروت. وين السهر احلى بنيويورك او بيروت؟ هلا بخبرك جمعة الجاي باخر الشهر بقول لك. وين الرجال اهضم بنيويورك او بيروت؟ ببيروت. وين الناس بتقرا اكثر بنيويورك او بيروت؟ بفتكر بنيويورك. وين في عجقة سير اكثر بنيويورك او ولو. بيروت. ايه وين القمر احلى بنيويورك او بيروت؟ بكيفه بوادي التيم. وين راغدة درغام اهم ببيروت او بنيويورك؟ ببلادي دائما اهم بموقع راسي بس انه بحب كمان بيئتي بالامم المتحده لانه بحس فيني عم بعمل شغل بتعدى نطاق محصور يمكن اذا بعرف في انجاز في لانه معرفتي مش محليه اللي بعرفه اقليمي ودولي بقى بحب ضلني استفيد من من هالتجربه هاي بس المتعه هون. هلا بدنا نعرفك على ساندرين من بيروت. Thank you.
شكرك راغدة درغام. ياي صرح على دخولك الشهري. كتر خير الله. كتر خير الله. لا الحمد لله. الحمد لله كثير منيح و لدرجه اني اكون مرتاحه و يعني رفلي مثلا يعني. رفلي يعني. بين بين فوق العشره فوق العشره بالشهر بالشهر بس اقل فوق العشره واقل من 10 ملايين او 10 يعني فوق العشره ممكن يوصل لمليون فوق العشره فوق العشره فوق العشره كيفو راغدة بدنا بين وبين بين وبين بين وشو بين العشره وال ما راح اقول خلاص بين بين نعملها دوبل بين العشرة والعشرين بتزبط اكثر شيء هيك 30 حسب حسب الله كريم ان شاء الله كمان ان شاء الله مستقبلا بقول لك بين العشرة وال بس ال 100000 مثلا المقياس منه المقياس منه ذاته مثل هون بنيويورك هونيك السكن اغلى بس في تامينات غير شيء يعني ما بنقدر كثير هدول بعد تاكس ولا بلا تاكس يي خلاص أوقاف صقر بنعرف انك مرتبط بموعد بس قبل ما تفل بدنا نعطيك كارت الضيف الدايم منشان وقتها بدك فيك تجي بدون ما تعطي خبر ما لقيك غير لفيت على استوديو حديث البلد هلا وماريو ماريو بيكون ولا بس اجي فيل؟ فيك تثقبها وقتها يكون ماريو لا في بس اجي فيل بدك تاخذ محله؟ خلص ياخذ محله الكل غار منه غار منه ما بيخلي لي شيء مع انه عم بيحي لك باشياء ما بيخلي لي شيء بغار منه شكرا لحضورك معنا